اشدد حيا سيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع إذا حل بواليك، كما أضحكك كذاك دهرك يدهرك. لا إله إلا الله، صوارف تتبعها الهوائي، وفي غداة غد يظهر القضاء. بني بحقي عليك إلا ما أطلقت، وقد حبست ما ليس له لسان ولا يقدر على الكلام. إذا جاع أو عطش أطعميه واسقيه، وإلا خلي سبيل يأكل من حشائش الأرض. بأمرك يا أمير المؤمنين. يا ابن ولجر، قم من نومك هذا، فإنها نومة يمقتها الله، وهي نومة الشيطان ونومة أهل النار. بل نم على يمينك، فإنها نومة العلماء، أو على يسارك، فإنها نومة الحكماء، أو نم على ظهرك، فإنها نومة الحكماء. هذا يقعدك، قم إليه. لقد هممت بشيء تكاد السماوات أن يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ولو شئت لأنبأتك بما تحت ثيابك. تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت العروة الوثقى. قتل أشقى الأشقياء أتقى الأتقياء. طالب صادق العهد مع ربه، لم يحد طرفة عين عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد كلفه ذلك الكثير الكثير، وأخلده حتى قيام الساعة، وكان به أسمى مثال للآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولا أدل على شموخ تقواه وتجسيده للحق والعدل بأبهى آياته
من آخر وصاياه عليه السلام، تلك التي خاطب بها ريحانتي رسول الله وهو على فراش الموت، فقال: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. الله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتقاطع. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربة بضربة. ولا تنهروا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور.
قال ارسلوني ليلا وادفنوني ليلا، لا تدعوا أحدا يشيعني. لعله لم يشأ أن يحاط نحشه بهؤلاء الناس المتقلبين ألوانا. لو كان أحد من هؤلاء يملك لسانا فإنه لا يستطيع أن يجيب بكلمة واحدة. لقد ملأوا قلبه قيحا. إن ولي الله التحق بالحبيب كما التحقت من قبله فاطمة. إنا لله وإنا إليه راجعون.